قل فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الأخذ من اللحية جائز أم واجب أم محرم؟ وهل صحيح أن الإمام أحمد رحمه الله يرى أن الأخذ من اللحية من إكرامها؟ والله اللحية مشكلة على كثير من الناس، مضيقة عليهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يا أخي لا يجوز الأخذ من اللحية، حرام، لا يجوز. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أرسلوا الرحى، وفروا وفروا اللحى. اللي يقص هذا وفرها؟ ما وفرها. يقول: وفروا اللحى، أرسلوا اللحى، أكرموا اللحى، أعفوا اللحى. ألفاظ صحيحة في الصحاح كلها تدل على أن اللحية تترك ولا يتعرض لها. نعم.